السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني. هنتكلم النهاردة عن 12 أس مثلث الغزالي. الصفر يا جماعة قبل الوزن، قيمة مجهولة ملوش أي لازمة، تمام؟ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق القلم، وأول ما كتب الصفر، أول ما القلم كتب الصفر. الصفر اللي هو النقطة، بداية الوجود، بداية كل شيء موجود. هنشوف مع بعض النهاردة لما هنبدأ وفق مثلث بالصفر أو مفتاحه الصفر هنوصل لإيه. عندنا هنا عمرنا مثلث غزالي، ابتدينا فيه بالمفتاح الصفر. صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لو جينا جمعنا مع بعض أي ثلاث خانات متتاليات أو أي ضلع هيدينا 12. واحد زائد ستة زائد خمسة هيديني 12، خمسة زائد صفر زائد سبعة هيديني 12، ثلاثة زائد اثنين زائد سبعة هيديني 12. ال 12 دي اللي هي أس مثلث الغزالي، ال 12 اللي هي عدد الأبراج، ال 12 اللي هي عدد شهور السنة، ال 12 أيضا اللي هي عدد ساعات النهار وعدد ساعات الليل. ال 12 دي لها سر كبير جدا روحاني هنتابعه إن شاء الله مع بعض في الدروس القادمة. أصدقاء نور البيان، أتمنى من حضرتكم وضع لايك للفيديو تقييما لمجهودنا.